وهي مرحلة جدية من أجل تحضير المؤتمر، المؤتمر الاستثنائي اللي بدينا في التحضير له من خلال تحسس القاعدة النضالية، وأيضا من أجل إحصاء كل ما هو متعلق بالعمل النضالي داخل القواعد، وهذا العمل ينطلقنا فيها منذ مدة. الآن عندنا كل المعطيات الخاصة بالقاعدة النضالية على مستوى الولايات، على مستوى البلديات، أي على مستوى المحافظات وعلى مستوى القسمات، وسننطلق في القريب إن شاء الله في العملية الثانية، وهي عملية التأطير داخل الولايات وداخل يعني داخل المحافظات وداخل القسمات. والعملية ربما تستغرق وقت، ولكن لن يكون بالطويل، لأنه القاعدة الشعبية المتعلقة بمناضلي ومناضلات حزب جبهة التحرير الوطنية قاعدة موجودة يعني منذ سنوات، وهذا المد بين القاعدة والقمة موجود منذ زمن بعيد جدا. الآن سنسعى من أجل لملمة هذا البيت داخل القواعد النضالية للذهاب إلى مؤتمر بصورة جلية واضحة تتوافر فيها كل طاقات، تتوافر فيها كل طاقات الحية داخل جبهة التحرير الوطني، من أجل الوصول إلى مبتغى واحد، وهو عقد مؤتمر يليق بحجم ويليق بسمعة وباسم حزب جبهة التحرير الوطني. سنقوم أيضا باختيار المندوبين على مستوى الولايات، والمندوبين تعرفون أنتم ينبثقوا على القسمات، كل قسمة تقدم مندوب من أجل المؤتمر. هذه العملية أيضا سيشرف عليها الإخوان من القيادة، وسيشرف أيضا عليها الإخوان من الإخوان المتواجدين في الإطارات حزب جبهة التحرير الوطني، من وزراء، من محافظين، من أعضاء سابقين في اللجنة المركزية. كل هؤلاء الإخوان سيتوزعون على الولايات من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة. كي لا أطيل في هذا الأمر، أؤكد بأن جبهة التحرير الوطني تسير في طريق سليم، طريق واضح، طريق سليم، بقيادة رشيدة من فخامة رئيس الجمهورية السيد رئيس حزب جبهة التحرير الوطني.